نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي، وبالرغم من ان الاداء كان عليه بعض الملاحظات الا ان النادي الاهلي كان ممكن يطلع كسبان يمكن 3 4 اجوال. بص كابتن ايمن، النادي الاهلي النهارده ما زال يبحث عن اول هدف زي ما بقول لك في كل مباراه في اول شوط. بس جات لنا الفرصه، بتجيلك الفرص وانت بتتعامل معاها بشكل فردي. يعني كهربا في كام كوره جات له كده، منها واحده شاطها ماشي، انما في واحده بيبقى هو جول وجنبه اثنين ثلاثه وبوش رجله اللي بره كده يصلحها يعني لهم، هيبقى مقابل اي حد داخل ببطن رجله جول صحيح 100% وسهل جدا يعني. استعجال برضه في نهايه الفرصه. يعني ما فيهاش في الرسو اللي كان موجود. عدم وجود علي معلول في شكل ناحيه الشمال بالشكل اللي احنا يعني متعودين عليه. كنا بنتكلم على قفشه، بنقول ان قفشه بيبقى موجود بيعمل تيمبو بيعمل ايقاع في المباراه. الدخول جوه ال 18 خاصه ناحيه اليمين انا مش حاسس بيها النهارده خالص. يعني حتى حاسس ناحيه اليمين النهارده لا، دي عامله حاله هجوميه علينا. يعني مفيش التزام فيها بدفاع باستلام كوره بشكل هجومي. يمكن ما اعرفش شكل حسين شحات واكرم المفروض يمكن مثل الموسيماني من اول الشوط اكيد هيتحرك في هذا الجانب الايمن ده. يعني حاسين ان هو مش بالاداء اللي كل مره احنا بنتعود عليه من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. في فراغ بقى في وسط الملعب يا كابتن ايمن كبير قوي. يعني استلام الكوره للمدافع انه يلاقي اي حد نازل له يستلم الكوره، حتى ديانج اللي احنا كنا بنقول عليه حلقه وصل بقى في مسافه بتاعت 20 يارد عشان الكوره بتتلعب له على الارض يستلمها ويدور بقى. حسيت ان هو مهاجم النهارده جنب قفشه اكتر منه مدافع جنب. ما هو ده اللي انا كنت هتكلم مع عليمه مع كابتن علاء على عمليه نص الملعب النهارده كابتن، وعمليه الربط وبناء الهجمات والتحرك وانتشاره زياده العدديه كمان. كل ده مش موجود الشوط الاولاني، كل ده مش موجود، ده مقللك قوي. لكن النهارده انا هتكلم بسرعه شويه. يمكن طبعا وجهه نظر اسامه بحييه جدا، ان كابتن مختار عمل الحاجه المفاجاه. ايوه، ان هو ضغط عليك من ال 18 بتاعك. كل هات اربع خمس كور يا ايمن مع الشناوي ضاغط عليك بثلاثه، عشان كده انت فاقد الميزه بتاعتك انك تبني الهجمه، فبتضطر تعمل الكره الطويله. الكره الطويله دي لاي فرقه 50 50 عندك مشكله ثانيه، ان الكره الثانيه مش بتاعتك. وده العيب في نص الملعب انت بتتكلم عليه وكان الشريف بيتكلم عليه. في فراغ كبير قوي في نص الملعب وانت بتبني الهجمه، والاسوأ وانت بدافع. لعيبه الانتاج الحربي ما فيش اي مشكله بالنسبه لهم، بيمسكوا الكوره بيلاقوا بعض بمنتهى السهوله، ودي مش ميزه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيدكش فرصه انك حتى تتنافس. لا، هو عنده فرصه بيستلم ويشوف والتمرير صح. لو استحواذ هتلاقي النهارده اكتر فرقه دخلته في الجيم، دخلته في الجيم من بدري كمان يا ايمن، رغم كل اللي انت عامله ده المفروض كنت تطلع مثلا 3-1 النهارده. لكن اعتقد الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها دي اعتقد مستمره هترفعها في الشوط الثاني. كابتن اسامه، انت قلت لي في الشوط الاولاني ان الكابتن مختار هيلعب على ناحيه علي معلول وهيرمي واحد ناحيته وقفه، واحنا كمان مفيش انطلاقات من ناحيه اليمين، وكمان حسين الشحات متعطل شويه قدام، فاحنا فقدنا جزء كبير جدا من القوه الهجوميه بتاعتنا. مظبوط، يعني انا كلنا متفقين تقريبا، يعني وسط الملعب رايح مننا جدا جدا. الخماسي بتاع نص الملعب شحات وقفشه وديانجو، يمكن ديانج اكتر واحد بيحاول، وحمدي فتحي وكهربا مسلمين نص الملعب لفرقه الانتاج بينقلوا الكوره بسهوله جدا. ناحيه اليمين فييرا زي ما قلنا هو الناحيه الجبهه اللي فيها اكتر هو الشبراوي شغالين، لكن الناحيه الثانيه برده شغاله مع مصطفى البدري. لكن المشكله كمان غير ان احنا مش بنضغط كويس نص الملعب، بنفقد الكره كتير قوي النهارده بسهوله جدا. مزبوط. من كهربا، من اكرم توفيق، من صحيح. شحات، من مستر موسيماني لازم يتدخل. انا شايف انه خمس ست لعيبه بعاد عن حالتهم خالص خالص النهارده، منهم شحات. اعتقد برضو اكرم المكان مش متظبط شويه، وبرضو حمدي فتحي النهارده مش واضح، واكتر من لاعب. بس لازم يحصل تغييرات في بين الشوطين لازم. ايه التغييرات اللي ممكن نشوفها بين الشوطين، وايه الحلول اللي عند مستر موسيماني يا كابتن عادل؟ اهم حاجه يعني انا رايي ان يفعل الناحيه اليمين شويه بمحمد هاني. الحاجه الثانيه طاهر محمد طاهر مكان حسين الشحات، ممكن يعمل اداء اميز. ويستنى شويه، يعني هو تغييرين يبقوا كويسين، يمكن التغييرين يصيبوا من الناحيه اليمين فقط لا غير. لكن مهما حصل برضه انا عايز اقول لك حاجه مهمه يا كابتن، احنا ضيعنا شوط كامل بعدم احرازنا الهدف الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو لو احرزنا الهدف الاولاني الثقه كانت بتاع فرقه الانتاج هتنزل. لكن كل ما الوقت اتاخر
كل ما الثقه بتزيد لفرقه الانتاج. وفرقه الانتاج النهارده عملوا الضغط الامامي، انا شايف ان هم عاملينه كويس، لكن احنا اللي مدينهم الفرصه. صحيح. اولا احنا ما بنعملش الضغط على الكوره من اي مكان، بالعكس احنا عندنا يمكن تهاون شويه من اللعيبه، علشان كده بقولك مش كل مباراه هنفضل تاني شوط نقدر نلعب كويس فيه ونقدر نكسب فيه. المفترض ان من الشوط الاولاني لازم ننزل اول هجمه لازم نجيبها باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي شوط تاني وفاصل، ونرجع لكم مره تانيه بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.